جابد هاد البلاد نكتب هاد الرسالة حيطاق بينا الحال والحال حالته حالة من اللي خلقنا وحنا صبر والصبر صبر رسالة كنقولو غاتحلى وما زايدة غير في البزالة شبري القناص كنموتو فيهم بتخالة بالدروقة والهش كنحاربو البطالة ما كنخدمو ما كنردو حياتنا نشان الزبالة كيف تقاري كيف الأمي كلشي في الشبكة الخبالة عرفت لي كيفاش نخدم حيت ما عنديش الكالة رجعنا اللور تكالة ولادهم هما الوالة إذا باغي تدمر تربي كوبالة ولا تبع طريقة خوتك سرق وقتالة مسكينة الحكومة حرفالة من دابا فوق ما كاينش الراحة حيت احنا الدمالة يا عاد تشوفوا لنا شي حل يا عم موضوع شي قربالة قبل ما يفوت الفوت أما هذه غير رسالة هذه رسالة مكتوبة بدم مجموع الفقراء اللي جاريين في دمي حروف خارجة من القلب معنا باليش بالحرب حيت انا موقف الامي فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش ولا باللي راك امي الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخو ولا بغيتو تسمعني هذه رسالة مكتوبة بدموع ودم الفقراء من الحكومة من الوزارة لأي واحد بدل الكارة بغينا كوما تحسوا بينا تعرفوا باللي احنا صبارة بالحق من اللي عن صور وصورة ديالنا حتى المكبارة حنايا ماشي غنم ثم ماشي قزارة حنايا المسؤولية وانتوما مسؤولين شفارة صافي ما بقيناش نخافوا خرجنا من المغارة عقنا بيكم ديال هالدارة كلمتكم غدارة قولولي باش كتحسوا من اللي الشباب حال نوارة ما جابر ما يعمل براسه غير كيضيع خسارة سنين تضيع في الحبس ولا في الغربة بلاد نصارى ودنا في الزنقة شمكرة ودنا في الدعارة كيعيشوا حياة الزنقة اللي رداتهم غير حكارة حين تتمحل شعار كيكي والزبارة وما بقى قدم فاس وتصفر الصفارة أما هذه غير رسالة بدموع الفقارة هذه رسالة مكتوبة بدم دموع الفقراء اللي جاريين في دمي حروف خارجة من القلب معنا باليش بالحرب حيت انا موقف الامي فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش ولا باللي راك امي الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخو ولا بغيتو تسمي هذه رسالة كاتبينها غي الشباب ما خلاو في نطقو ما خلاو حتى باب بقاو سنين يتسناو باقي ما كاين حتى جواب صافي القلب راه طاب والراس على بكري جاب الامل في المستقبل خاب وانتوما هما السباب قتلتوهم بالوعود ما شافوا غير الضباب ما كاين ترك في المهراب كاين غير الصراب غير قتل في الاحلام ودفن تحت التراب الخاوة كلشي كذاب عشيري كلشي نصاب حتى اللي جنا الغلة اليوم ولا حطاب حتى اللي خلى السبل اليوم رجع يشطاب علاش الضمير غاب حيت في قانون الغاب الخير ما عنده حباب والشر هو الغلاب وشكون تكونوا باش تحكموا علينا باب الاعداء ودابا سمعوا محلكم في الاعراب البعدو هذه رسالة مكتوبة بدم مجموع الفقراء اللي جاريين في دمي حروف خارجة من القلب معنا باليش بالحرب حيت انا موقف الامي فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش ولا باللي راك امي الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخو ولا بغيتو تسمي هذه رسالة مكتوبة بدم مجموع الفقراء اللي جاريين في دمي حروف خارجة من القلب معنا باليش بالحرب حيت انا موقف الامي فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش ولا باللي راك امي